حسب المنظمة العالمية للصحة، فإن سرطاني الثدي وعنق الرحم يعدان من أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء. وعلى مستوى بلادنا، فإن البيانات الإحصائية المتوفرة تؤكد أن معدل الإصابة بهذين النوعين من السرطانات وصل إلى 16% بالنسبة لسرطان الثدي و7% بالنسبة لسرطان عنق الرحم، مع تركيز الإصابات في الفئة العمرية ما بين 35 و 55 سنة. وقد شهدت مكافحة السرطان في بلادنا نقلة هامة نتيجة لتوجيهات السلطات العليا التي تمت ترجمتها في وضع سياسة صحية وطنية تنبني على خطة استراتيجية متعددة القطاعات لمكافحة السرطان.